السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مشاهدي الكريمات، حلقة اليوم مخصصة للنساء الراغبات في الإنجاب، فهي كتساعدهم على تحسين الصحة الإنجابية ديالهم، كتساعدهم على تنظيف الرحم، كتساعدهم على الحمل بسرعة. المكونة ديال اليوم جد بسيطة ومعروفة منذ القدم من وصفات زمان، وصفات الجدات الفعالة. فالمكونات ديالها فهي معروفة وموجودة، يمكن لك تحضرها بأقل من 10 دقائق. فكيف ما تلاحظوا معايا كنلقاو التمر، تلقاو كذلك الكريسون ولا حب الرشاد، التفاء باللغة العربية ولا التفاء باللغة العربية يسمى كذلك الحبة الحمراء. فطريقة الإعداد كما شفتوا معي في الحلقة السابقة فهي جد بسيطة، القليل من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة أو متوسطة الحجم، 7 تمرات والقليل من الكريسون. فكيف ما لاحظتوا في واحد المجموعة ديال الحلقات دائما نتكلم على الأهمية ديال حب الرشاد خصوصا للمرأة، فأحسن طريقة لتناول حب الرشاد بشكل يومي هي الاستنبات ديالو. وتكلمنا كومون فيغ جيرمي لي غران، ولا نديرو لي غران جيرمي ولا الحبوب المستنبته. تكلمنا على الحبه المستنبته، تكلمنا كذلك على حب الرشاد المستنبت والفوائد ديالو الكثيره للمراه، يمكن لها تناوله في السلطات، يمكن لها تناوله في واحد المجموعه ديال الاطباق بشكل يومي اكيد. فهاد جوج المكونات التمر وحب الرشاد بالاضافه الى الحبوب المستنبته بجميع الانواع ديالها، وتكلمنا على طرق الاستنبات ولي تكنيك تقنيات الاستنبات في المنزل، فما غتطلبش منك مجموعه من الادوات باش تقوم بالاستنبات ديالهم وتستافد بشكل كبير من القيمه الغذائيه والعلاجيه اللي كتكون فيهم. فالحبوب المستنبته القيمه العلاجيه ديالهم كتضاعف واحد الشكل رهيب، وبالتالي كتفيد اكثر ما هي حبوب. هادشي ما كيمنعش ان الحبوب كذلك عندها فوائد كثيره بالنسبه للصحه ديالنا. وصفه اليوم كيف مشيتوا معايا التحضير ديالها، ما طلبتش منها تقريبا 10 دقائق، 7 تمرات، القليل من حب الرشاد درناه داخل التمرات ودرناهم مع نصف كاس ماء في واحد المقلاه ولا في اي اناء، وخليناهم حتى تصفى داك الماء وزدنا عليهم زيت الزيتون. يمكن لك تضيف القرفه لهذه الوصفه، كتجي رائعه وكتساعدك اكيد اكيد على حل واحد العدد ديال المشاكل المتعلقه بالضعف في المبايض، وكتتعلق كذلك بالحجم ديال البويضه، وحتى كما كنقولوا السيكل المنسخيال ولا الدوره الشهريه ولا البريود، كتنزل هذاك الاوساخ العالقه والدم المتخثر اللي كيكون عالق، وبالتالي كتساعد على تحسين الصحه الانجابيه وتساعد على الحمل. فاكيد الرحم ولا لوتيروس من بين لي زوركان اللي كيستقبلوا لوفيو اللي كنقولوا في كوندي ولا البويضه المخصبه، اكيد خصو يكون مهيئ بشكل جيد. فهاد جوج المكونات اللي معروف عليهم بالاضافه الى مجموعه كبيره من المعادن ومجموعه كبيره من الفيتامينات، انهم غنيين كذلك بالفيتوستروجينات اللي كيلعبوا تقريبا الدور ديال الاستروجين وكيساعدوا في تنشيط المبايض. فالتفاء ولا حب الرشاد بالاضافه الى التمر، هاد جوج المكونات اللي جينا نقلبوا في السيره النبويه، فكثير من الاحاديث اللي تروات على الرسول صلى الله عليه وسلم كتاكد على الاهميه ديالهم الكبيره بالنسبه للصحه ديالنا، سواء الرطب او التمر او حب الرشاد، يعني اتفاء ولا اتفاء العديد كان تقوم بهذا الشكل. فاللي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: اطعموا نساءكم التمر فان من كان طعامها التمر خرج ولدها حليما. فكثير كذلك من الاحاديث اللي كاينه بصدد اتفاء اللي كيدخل في واحد العدد ديال الوصفات في الطب النبوي او الطب التقليدي او الطب البديل العلاجي، فهو كيساعد على زياده في الصحه، كيساعد على حل واحد العدد ديال المشاكل. فاكيد غادي نتكلموا اليوم على الفوائد ديال هذه الوصفه، فاكيد طريقه كما لاحظتوا معايا راه جد بسيطه، ما غاديش تطلب الكثير الكثير باش اننا نستافدوا منها. فاهم الفوائد اللي كاينه في التمر كيف ما تلاحظوا معايا والتفاء ولا حب الرشاد، غنتكلموا عليهم بصفه عامه، راه السيدات عند تناول حب الرشاد اثناء الدوره الشهريه، هذه الوصفه اللي طلعتوا معايا فهي يتم التناول ديالها اثناء الدوره الشهريه، يعني اليوم الاول واليوم الثاني والثالث، يمكن لها تقوم بالعجن ديالو باش تحصل على عجينه وتقسمه على 3 حصص كلها صباح باكر على معده فارغه، تناول حصه فاكيد غادي يساعدها على تنظيم بعد الدوره الشهريه. كما تعرفوا الدوره الشهريه ولا الدوره الهرمونيه عند المراه كتكون في بعض الاحيان غير مضبوطه. فحب الرشاد اكيد الا تناولناه مستنبت اكيد الفوائد ديالو غتكون جمه وكثيره، وغادي يساعد كذلك على التنظيم ديال الدوره الشهريه، الشيء اللي كيساعد على الحمل، كيساعد على التقليل ديال الالام الناتجه عن الدوره الشهريه وذاك الوجاع ولا ذاك المرس اللي كيحسوا به العيالات على مستوى البطن، كيساعد كذلك في التخلص عن الروائح الكريهه المزعجه اللي كتكون مصاحبه للفتره ديال الحيض ولا البيريود كذلك. فكيتساعد بشكل كبير هذه الوصفه ديال التمر مع حب الرشاد ولا الكريسون، يعني الدات مع الكريسون، كيساعدوا بشكل كبير على التنظيف ديال الرحم بواحد الصوره جيده، وكيحيد من دوك البواقي ديال الدم المتخثر اللي كيكون في الرحم، الشيء اللي كيخليه كيساعد العافيه ديالو، وبالتالي كيكون مستعد لاستقبال البويضه من جديد، وكيكون كذلك حتى دوك لي زوفير ولا دوك المبايض كيكونوا كيشتغلوا بكفاءه. حب الرشاد والتمر كنز من المعادن، كثير كثير من المعادن خصوصا الكالسيوم، فحب الرشاد جيد بالنسبه لهشاشه العظام، وجيد كذلك المفاصل، للركب اللي عنده مشكل في الكولون فيرتيبرال ولا في العمود الفقري. كذلك حب الرشاد واحد النقطه اللي بغيت نشير لها، انه ما مزيانش للناس اللي عندهم الفرط
في انتاج الهرمونات ديال الغده الدرقيه، لان فيه اليود، بالتالي اللي عندهم غده درقيه من الافضل ما يتناولوش، يعني اللي عندهم نشطه اكثر من القياس ما يتناولوش حبه الرشاد. كذلك التمر بالنسبه للسيدات اللي عندهم المشكل ديال السكري وكيتناولوا الابر ديال الانسولين، فمن الافضل يردوا البال مع مع التمر، لانه فيه سكريات بسيطه تنتقل بشكل سريع للمجرى الدم وكترفع عليهم نسبه السكر في الدم. فبالاضافه لهذا الشيء كامل اللي تكلمنا عليه، كيلقاو فيهم المنغنيز، كيلقاو فيه الحديد، الحديد جيد بالنسبه للانيميا اللي كيعانيو منه السيدات اللي ما يخليهمش يديروا ريبريز دو بوا ولا الاكتساب ديال الوزن. كاين الفوسفات، كاين البوتاسيوم، كاين الفوسفور، فيتامينات كثيره كتدخل في البناء ديال الجسم والتقويه ديالو واعاده الروجينيراسيون ديال لي سيلول والتجديد ديالها والتنشيط ديالها. فهاد الخليط اللي معروف لانه غني كذلك بالمضادات الحيويه، واهم مكون هو الاستروجين، عفوا الفيتوستروجينات اللي كتسبب الاستروجين اللي كتشبه الى حد ما وكتساعد في تحسين الدوره الهرمونيه عند السيدات. فالى جانب هادشي فهاد الوصفه كتقوي المناعه وكتساعد على المحاربه ديال الجراثيم والبكتيريا، خصوصا في المنطقه ديال المهبل اللي كتكون عندنا في الرحم. فكثير من السيدات عندهم المشكل ديال اضطراب الحموضه ديال المهبل، فاكيد كيساعد حتى هو في التقليل من فرص ديال الحمل. فكينشط الدوره الدمويه كما كتعرفوا حب الرشاد، كيسخن كيحسن الدوره الدمويه بشكل كبير، يعني داك لو فلو سونغين كيولي كيدور مزيان بشكل كبير، وكتولي الحركه في الدم، وبالتالي كيعالج واحد العدد ديال المشاكل المرتبطه. فطريقه التحضير اكيد الا ضفتوا ليها القرفه اكيد غادي تعالج واحد العدد ديال المشاكل اللي عند المراه على مستوى الرحم ديالها والمبايض بشكل كبير. هاد الوصفين اللي كنتناولها مع الحليب الساخن ولا الدافئ اكيد غتلاحظ واحد الحيويه والنشاط كيزيد على لونفي سوكسيال ولا الاثاره الجنسيه عند كلا الطرفين خصوصا السيدات، فكيساعد على التخلص من البرود الجنسي سواء عند الرجال ولا عند النساء. فالرجال يمكن لهم يتناولوا كما قلت الناس. بالنسبه لحب الرشاد اللي شائع انه يرفع الضغط الدموي، بالعكس انه يعمل على تخفيض الضغط الدموي، فالسيدات اللي عندهم الضغط الدموي منخفض ما يكثروش من حب الرشاد، اما الاشخاص اللي كيكون عندهم الضغط الدموي مرتفع فحب الرشاد كيساعدهم على الانزال ولا التخفيض ديال الضغط الدموي. جيد لاضرار البول، فهو غني بالبوتاسيوم وغني بالمعادن اللي كتساعد على حل المشكل ديال الاحتباس ديال البول ولا احتباس سوائل في الجسم بصفه عامه، وبالتالي كيعالج واحد الجمله من المشاكل المتعلقه بالجهاز البولي، كيطرد البول وبالتالي البكتيريا اللي كتكون في الجهاز البولي ولا في الاعضاء ديالنا الداخل كيطردها الى الخارج. الفوائد ديال التمر وكذلك حب الرشاد فهي كثيره، اكيد نداوموا عليها. كيف ما قلت هذه الوصفه تستخدم اثناء البيريود، يعني في الدوره اليوم الاول الثاني والثالث في الصباح الباكر على معده فارغه قبل ما نفطر بواحد 45 دقيقه، فاكيد انها غادي نستافدوا منها وغادي تفيدنا وغادي تضيف اضافه وغادي تحسن المشاكل اللي ربما اللي كنعانيو منها. نتمنى تكون حلقه اليوم على وصفه ديال التمر وحب الرشاد نالت الاعجاب ديالكم. كيف ما قلت لكم مسبقا، دائما الحبوب المستنبته الفائده ديالها اكثر من الحبوب اللي غادي نستهلكوها بهذا الشكل، وبالتالي فالاستنبات عمليه جد مهمه، غتحتاج فقط قنينه زجاجيه كيف ما شفتوا في الحلقات السابقه، يمكن لك تحضرها وتستنبت الحبوب في المنزل وتناولها اغوغو كما كيقولوا باللغه الفرنسيه، غتكون دائما متوفره ويمكن لك تحتفظ بها في الثلاجه. بالنسبه لهذه الوصفه من الافضل ما نحتفظوش بها في الثلاجه، يعني تحتفظوا فيها في درجه حراره المطبخ وتناولها ثلاث ايام، يمكن لك تعجنها، يمكن لك تناولها فقط بهذا الشكل، تمرتين اليوم الاول، تمرتين في اليوم الثاني، تمره السابعه في اليوم الثالث في الصباح الباكر. الى حلقه اليوم الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تضغطوا على زر لايك ومشاركه حتى تعم الفائده، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.